السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف كذا موقع بتقدر تكسب منه فلوس من خلال ان انت بتبيع الوقت بتاعك والمهارات بتاعتك. يعني ممكن تقول مثلا انا عايز بعرف اترجم مثلا، فممكن حد عنده كتب الماني وعايز ترجمها للعربي، او ممكن اسجل حاجات بصوتي، او ممكن بحاجات صوتية بتتكتب. دي حاجات كلها سهلة وبسيطة، وممكن يكون عندك امكانية لعملها. ممكن حاجات متخصصة مثلا في الهندسة مثلا، ممكن حاجات في التصميمات، حاجات كتير جدا، فتقدر تعرض عليها المنتجات بتاعتك. وبرضه العكس، لو انت عايز حد يعمل لك حاجه وعايز مثلا حد يعمل لك حسابات شركه والموضوع بسيط، مش مثال تعيين حاجه من شركه لسه بتبتدي، فممكن تستعين بخدمه زي كده. هتلاقي في حاجات في الاعمال، في البرمجه والتطوير، تسويق الكتروني، تعليم عن بعد، صوتيات، كتابه وترجمه، تصميم فيديو انيميشن، تصميمات. بتعرض خدمه، هو البرنامج بيضمن الفلوس بتاعتك ويبدا ان هو يديك الفلوس لما الخدمه تتم. ممكن حد مثلا عارض ان هو ب$10 يعمل لك ملف اكسل خاص مع داشبورد تفاعلي. انت طبعا بتتعب في الحاجه في الاول مره ومرتين وتبقى معاك، وبعد كده لما حد بيعرض عليك تكون جاهزه وابسط. يعني كل واحد حسب المجال بتاعه وحسب التخصص بتاعه. في حد بيقول لك انا ممكن اعمل تمثيل صوتي باللهجه الخليجيه والفصحى. وطبعا اي حد بتبدا تدخل وتشوف السي في بتاعه او البروفايل بتاعه والناس بتشكر فيه ولا لا وكده. دي الأسئلة: إيه هو موقع خدمات؟ إزاي استفاد من الخدمات؟ إزاي بيضمن لك حقوقك لو أنا اشتريت، لو أنا مش راضي عن الخدمة؟ طيب، بعد كده في مستقل، هي نفس الفكرة، تقدر إن أنت تستعين بيه إن هو يعمل لك الأعمال بتاعتك، وتقدر تشوف حد مثلا في تطوير المواقع، في اللغات، الحاجات دي كلها. تمام، الراجل مثلا المقالات الموجودة 5000 كتب والحاجات دي كلها. طبعا في تعريف بالموقع، كل الحاجات دي تقدر تعمل حساب عليها وتقدر تعرض الخدمات بتاعتك. نفذ لي، وتقدر توظف ناس مستقلين محترفين عشان ينجزوا الأعمال بتاعتك. بتحط المشروع، هي كلهم نفس الفكرة، يعني مفيش جديد، يعني هما كلهم يعني نفس الفكرة واحدة. حتى المواقع الأجنبية هي نفس الفكرة، بتحط المشروع وتبدأ تشوف الناس تقولك والله انا ممكن اعمل بخمسة، واحد بعشرة، ممكن اللي يقولك سعره قليل لكن البروفايل بتاعه وحش ما فيش حد بيشكر فيه، في واحد تاني، وهكذا. تبدأ انت تقيم مين اللي هيبقى كويس معاك. ده برضو من ضمن المواقع اللي هو اي خدمة، هو الموقع كده اسمه اي خدمة، تقدر تشتري خدمات كتيرة. تمام، انت كشخص مثلا بتتقن خدمه معينه تقدر ان انت تشارك فيهم كلهم، وتتابع حد طلب منك حاجه معينه يبدا يعملها لك. يعني انا مثلا كنت عايز تطبيق موبايل، فخلاص بستعين بحد يكون شاطر في ان هو يعمل لي تطبيق بدل ما اقعد اتعلم والحاجات دي كلها، وهو مش تخصصي. يعني لو انا مبرمج وطلب مني حاجه في البرمجه ممكن اتعلم، انما هنا الاسهل ان انت بتوصل لحاجه زي كده. في برضو موقع اسمه عمل عن بعد، شغل اونلاين، برضو نفس الفكرة، بتقدر ان انت تسجل وتجيلك شغل من خلاله وهكذا. زي ما انت شايف كل الاقسام موجودة زي ما انت عايز. ممكن بالمناسبة في حاجة انت مش قادر تفهمها ومش عايز حد يعملها لك، تقول له انا عايز اعين حد يشرح لي الحاجة ديت، يعمل الحاجة دي معايا، مفيش مشكلة، فريلانسر. لو حد استعمل خدمة وحاسس انها كويسة، او استعمل خدمة وحاسس ان فيها مشاكل، يا ريت يقول لنا في التعليقات ونستفاد من معلومات بعض. منصة دولينكس برضو بيقول لك الخدمات، وتبدأ انت تشوف تصميم مواقع مثلا، حاجة زي كده. في موقع اسمه كفيل، انجز اعمالك بسرعة، الخدمات، صفحة الخدمات، المشاريع، وساعات بيبقى فيه مسابقات. دي منصة ترس السعودية. في موقع بقى شريون آخر خاص بالمهندسين، مهندس فريلانسر أو تضيف المشروع بتاعك، ووسيط بين صاحب المشروع والمهندس اللي هينفذ الحاجة ديت. تمام، دول أعلى تقييما. في ناس كتيرة معتمدة تماما على الفريلانسر، يعني شغالة تبع شركة، لا هو بيشتغل فريلانسر لما حد بيبعت له شغلانة بيعملها وهكذا. فبالتوفيق، ربنا يكرمكم إن شاء الله.